أما بعد عباد الله، في كتاب الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الفرقان آيات فيها عجب وعبرة لمن يعتبر ويتذكر. بدأ الله سبحانه وتعالى السورة بقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فبدأ بقوله تبارك تدل على عظمة الله جل وعلا وعلى اتصافه بصفات الكمال الكثيرة. وورد هذا الوصف في هذه السورة 3 مرات: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وصف الجبار نفسه في 3 مواضع في هذه السورة بقوله تبارك، جلت عظمته وكثرت آلاؤه وتعددت نعمه وصفاته صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم وصف نفسه قال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، لأنه لا يحتاج إلى الولد وهو غني عن الولد وما ولد. قال: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هو غني عن الشركاء. تبارك وتعالى قال: ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. تبارك وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الكائنات مع اختلاف أشكالها وألوانها وأصنافها وأنواعها، كلها خلقها الله تبارك وتعالى بقوله كن فكانت. خلق كل شيء، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق كل شيء فقدره تقديرا. بعد ما وصف نفسه جل وعلا بأنه تبارك عظيم جليل جبار قهار، بعد ما وصف نفسه تبارك وتعالى بأنه ذو العظمة وذو الجلال، أخبر أنه الخالق الذي أعطى كل شيء خلقه. بعد ذلك بيّن سفه المشركين كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى. بيّن سفه المشركين، قال بعدها: واتخذوا من دونه آلهة، مع إنه الله الخلاق الرزاق
القوي المتين من الناس من اتخذ من دون الله أندادا يعبدهم يرجوهم يتوكل عليهم. قال واتخذوا من دونه آلهة. انت عرفت صفة ربنا اللي ذكر لك في الآيات الأولى، شوف في الآية الثالثة قال واتخذوا من دونه آلهة. صفة شنو؟ لا يخلقون شيئا. الله الخلاق والآلهة ما بتخلق حاجة. لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم، والما بيملك لنفسه ما بيملك لغيره، والعريان ما بيكسي الناس. قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كان دي صفة الآلهة بتاعتهم ليه يعبدوها؟ قال إبراهيم عليه السلام لقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. آلهة لا تنفع لا تضر، ما تملك لهم شيء، كما عبد ناس كثير في يومنا هذا في بلدنا هذا أناسا من دون الله لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. كم من الناس اليوم يعبد الأوثان المتمثلة في قبور الذين عبدوا إن كانوا صالحين أو غير صالحين، عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. القبور اللي بيعبدوها الناس الليلة ما بتملك رزق، ما بتجيب أرزاق، ما بتجيب خير، بتجيب الشر، لكن بيعبدوها. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لذلك قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. بعد أن بيّن سفه المشركين، بيّن طعن المشركين في الرسالة، في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك، يعني القرآن، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. قالوا القرآن مفترى، قالوا يملى عليه بكرة وأصيلة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ملل وزول وما جابوا من عند الله. وسبحان الله، هم ذاتهم يعترفون بأن ضمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، أولا لأنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، اثنين جاءهم بهذا القرآن وأعجزهم جميعا، العرب كلهم مع أنهم فصحاء وبلغاء أعجزهم أنه يأتوا بقرآن مثل هذا ولا آية، ما قدروا، ما عدا يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب
ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب ولا يقرأ، ده دليل لهم لو كانوا بيعقلوا إنه ما كتبوا من عنده ولا جابوا من عنده. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. بعد ذلك بيّن طعنهم في الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ليه بيمشي بيأكل الأكل زينا ويمشي في الأسواق، يعني بيع ويشتري؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز، يعني يكون عنده مال ما يمشي بيع ويشتري، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني الحجج الباطلة والواهية، انظر كيف ضربوا لك الأمثال. لكن النتيجة فضلوا، ضلوا هم فضلوا، فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء، ربنا قال له لو شاء، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بعد ذلك بيّن السبب في كلام ده كله، السبب يرجع لشنو؟ قال بل كذبوا بالساعة، ما مؤمنين بالساعة، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، نار جهنم، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد، لما تشوفهم من بعيد وبتعرفهم سمعوا لها تغيظا، تغتاظ، تفور، تكاد تميزوا، يعني تكاد تتقطع من الغيظ عليهم، تكاد تميزوا من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذا رأتهم من مكان بعيد، من بعيد جهنم، لما شوفهم سمعوا لها تغيظا وزفيرة تزفر تهيج. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، لما يرمون جوا جهنم وجهنم فيها ضيق وفيها زحمة، وده نوع من أنواع العذاب، زحمة ودخان مظلم وضيق وحر وسموم موية حارة، ومع ده مع ده كله مغللين مربطين في الأصفاد، تسحبهم الملائكة سحبا على وجوههم في جهنم. مع هذا كله ينادون يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك، دارين يموتوا، مع انهم في الدنيا هنا ما كان دارين الموت. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة، دارين يعيشوا في الدنيا، لما يخشوا جهنم ضيق وزحمة وظلام والملائكة تهينهم وتجرهم على وجوههم مربطين في السلاسل والأغلال، دعوا هنالك ثبورا. الواحد يلعن نفسه ويلوم نفسه ويؤنبه، ربنا قال دعوا هنالك ثبورا، الويل عليهم على نفسهم. ربنا قال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لو دعيتوا على نفسكم مضاعف ما بيطلعوا. دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. بعديه قال لهم قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ أحسن لهم كده ولا أحسن لهم لو واحد والله يخش جنة الخلد، الخلد خالدين فيها ما بيطلعوا منها، التي وعد المتقون مفتحة لهم الأبواب، يدعون فيها بفاكهة أكل كثيرة وشراب، يشرب من ماء غير آس، ماء مبتعف،
وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، اللبن طعمه ما بتغير، فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، خمر لا بتسكر لا بتضرب الواطة ولا يشي، خمر لذة للشاربين، فيها أنهار من عسل مصفى، ومع ذا كله ومغفرة من ربهم. يروا الله تبارك وتعالى عبا ترابا، نساء نواهب في سن واحدة ما بيكبرن، يغنى لأزواج بأصوات جميلة وشذا، ومع ذا الوحدة منا لو نظر إليها لرأى مخ ساقها من فوق العظم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن نصيفها على رأسها، الخمار اللي لابسه فوق رأسها، خير من الدنيا وما فيها، أخير من الدنيا دي كلها. مع ده كله قال: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ثم بعد ذلك نقل المولى جل وعلا مشهدا من مشاهد يوم القيامة في سياق هذه الصورة، قال: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. صنفين من الناس، ناس عبدوا وناس عبدوهم، يحشر الصنفين الاثنين. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فبيسأل اللي عبدوهم، الأسياد اللي عبدوهم، فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ ناس عبدوا غير الله، ربنا بيسأل العبدوهم ذل، والعبدوهم على صنفين: منهم من عبد ولم يرضى العبادة وما أمر بها وهو بريء من عبادة من عبدوه، هو بريء منا، كعيسى بن مريم عليه السلام والملائكة والصالحون، كود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى وكل من عبد، هم براء. طيب ربنا بيسألهم ليه؟ بيسألهم توبيخ لديلك، توبيخ للضعف اللي عبدوهم ديل. ربنا يسألهم: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أنتم قلتوا لهم عبدونا ولا هم عبدوا براهم؟ سؤال صعب. ربنا يا أخواننا إذا كان بيسأل المرسلين، بيسأل الأنبياء هذا السؤال، فكيف بمن يدعو الناس إلى عبادة نفسه؟ الشيوخ الموجودين الليلة، هل بيقول للناس: إن كنت في هم وغم فنادني بيا مرغني أتيك بسرعتي؟ ده حيجاوب بعدين، يقول له الله شنو؟ يقول لهم: نادونا أنا، ما تنادوا الله، تنادونا أنا ولا نادوا شيخي؟ زي ما قال عبد الرحيم البرعي شيخ الزريبة، وده كثير من الناس ما بيرضوا الكلام ده، لكن دي الحقيقة الغايبة من كثير من الناس. قال: إنابة خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. ما قال لك قول يا الله، زي ما ربنا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما قال لك: أنا بجيب دعوة الداعي لو دعاني. عبد الرحيم البرعي شيخ الزريبة قال: إناب خب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. ده شرك بالله، ودعا الناس إلى عبادة إسماعيل. وإسماعيل والبرعي وغيرهم كلهم ما في واحد بيستحق يعبد مع الله،
ما في واحد يستحيل يعبد ولو كانوا صالحين، لو كانوا صالحين ذاته ما يستحقوا يعبدوا. ولذلك يسأل المولى جل وعلا عيسى ابن مريم عليه السلام، وعيسى رسول كريم من عند الله جل وعلا. ربنا يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ربنا بيسأله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قلت لهم اعبدوني أنا واعبدوا أمي؟ ده سؤال لعيسى ابن مريم عليه السلام. عيسى يجيب سبحانك، ينزه الله، ما ممكن أن أقول كلام زي ده، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ده قال له ما حقي أنا، كونه يندهوني ويدعوني ده ما حقي أنا، ما ليس لي بحق. إذا كان يا إخواننا ده ما من حق عيسى ابن مريم عليه السلام الرسول الكريم، إذا كان ما من حقه كيف يكون من حق عبد الرحيم البرعي، ولا يكون من حق المرغني، ولا من حق البرهاني، ولا القادري، ولا غيرهم؟ كيف يكون من حقهم؟ كيف يبقى من حقهم؟ قال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، فروا أن اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لأنه بالكذب وبالزور والبهتان عبدوا الأولياء مع الله عز وجل. والليلة عبادة الأولياء في بلدنا دي بقت تقرب إلى الله، بقت بتقربهم لله، كأنها بزعمهم الواهي وبإفكهم وضلالهم، فلا بد أن يحارب هذا الضلال، ولا بد أن يحذر من هذا الباطل والمنكر، وإلا جمعنا الله تعالى جميعا بالعقوبة إن لم نقم على أصحاب المنكر والباطل. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك ربنا يحشرهم جميعا العبد والعبدون، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، إن تضللتم ولا ضلوا براهم. أما الصالحين الصالحون من الأنبياء والرسل وغيرهم يتبرأ منهم، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يتبرأوا منهم خلاص ده مرقوا منا. لكن وروا السبب، قالوا ولكن متعتهم وآباءهم، ربنا متعهم بالنعم، الله يدي قروش مش يشتري عتوت ويبرك بيه قدام الشيخ بقروشه، والمال مال الله، ده حق الله سبحانه وتعالى، رزقوا له والله، يشيل اللي اداه له والله، ويمشي يشكر به الشيخ، والشيخ ما عمل حاجة، المرة الذهب بتاعه الله رزق له، تشيل ذهبه تدي له فكي، تقول له اديني الجنة ودائر الرزق ونجح الوليدات. ربنا قال ولكن متعتهم، الدنيا ضلتهم، متاع الدنيا ضل الكثير من الناس، سيبك من ديل اللي أشركوا مع الله عز وجل، واحدين تانين من علماء السوء وعلماء الضلالة يكتمون الحق ابتغاء الدنيا أو ابتغاء الدنيا، واحد يدق رشاد يصرف له مرتب من جمعية ولا من جماعة، يجي يطبل ويكتم الحق وما يقول الحقيقة،
ولا يخبر الناس بما أوجب الله عليهم ويرى الناس في الشرك وفي الضلال وفي الباطل يسكت خايف على القريشات اللي أدوا. ربنا سبحانه وتعالى قال: واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أنت شانقريشات بالله يا مسكين، أنت شانقريشات عشان مرتب الدوك اليوم تجي تكتم الحق وما تكلم الناس بالعقيدة، تقول لي أنا خايف الناس يفوتوا مني، خليه يفوتوا يا أخي، تضربهم شنو؟ ناس مساكين دعاة صاروا في صف دعاة الضلالة ويدافعون عن دعاة الضلال بدل ما يدافعوا عن دعاة الحق بقوا بيدافعوا عن دعاة الضلالة، فانتكست رؤوسهم وخابوا وخسروا. قال: بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا هم ما نافعين من أصلهم. أما النوع الثاني من الناس اللي عبدوا، ديل اللي دعوا الناس لعبادة نفسهم، ربنا بنادي الأتباع بيقول لهم: نادوا جماعتكم الكتب تدعوهم زمان، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وينهم؟ ما كنتم تنادي في الدنيا، هيا فلان تلحقنا وساكن القلعة والساكن وين، ويا فلان تلحقونا وفي الشدايد ويا الغوم، وين دل؟ أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ربنا قال: قال الذين حق عليهم القول، دل رؤوس الضلالة ذاتهم، الدقوا مقلب في الجماعة، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، ديل قالوا للي ضللناهم نحنا، هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك. العياذ بالله، دعاة الخير بيتبروا منهم، دعاة السوء بيتبروا منهم، قالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل: ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ الرسل اللي جوكم، ماذا أجبتم المرسلين؟ ربنا قال: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. لذلك عباد الله، خاب وخسر من لجأ لغير الله تبارك وتعالى، والموحد نال الفلاح في الدنيا ونال الربح والفلاح يوم القيامة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا يقينا خالصا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واختم بالصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.